ديال السيد الامين العام ديال الحزب ديالنا ديال الاثره والمعاصره بمرافقه المرشحين كلهم، كانت معاينه لهذه الحاله المزريه اللي دامت عامين واللي تتعاني منها الساكنه، واللي وصل الوقت باش هذا الشيء يتقطع معه وهذه الممارسات يتقطع معهم. حنا جينا لعند هاد الناس، سمعناهم وتسمطنا لهم واعطيناهم واحد الرساله ديال الامل باش هذا الشيء ان شاء الله ما يبقاش، ويكون من الاولويات ديالنا الى وصلنا ان شاء الله للمقر ديال البلديه وخدينا التسيير ان شاء الله، غادي يكون هذا هو من اول الورشات اللي غادي نحاولوا نبداو به ان شاء الله. وهذا الشيء في الحقيقه تيألم القلب، الناس ديال الساكنه ديال الزريب عايشه عامين في هذه المعاناه وفي هذه الحاله هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا، ونتمناو على الله الساكنه توعى، وحنا جايبين لها التغيير، حتى هي خصها تعرف بان راه خاصها تصوت للتغيير، وخاصها تعاقب هاد الناس هادو اللي تكرفسوا على هاد البلاد هادي، تعاقبهم بالتصويت ضدهم وتصويت الحزب الاثر والمعاصره. وشكرا لكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.